سيد العزيز، يعني كما نعلم جميعا من خلال الفترة الأخيرة اللي احنا عم نشوف فيها كمية المفاوضات اللي عم بتصير أو حجم المفاوضات اللي عم بتصير من أجل وقف إطلاق النار ووقف الحرب على أهلنا في قطاع غزة، اللي أهلنا في قطاع غزة أو احنا كعامة كشعب فلسطيني شبهنا هذه المفاوضات بكرة القدم التي يعني يدعي جميع الأطراف بأنه الآن الورقة في ملعب فلان الجانب الإسرائيلي أو الورقة في ملعب حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وللأسف لم يسدد الهدف لغاية الآن. نحن نعلم جميعا بأن شعبنا الفلسطيني يقتل ويباد من جيش محتل وبسلاح أمريكي، ونحن نعتبر بأنه الدم الفلسطيني أبيح من الأمريكان قبل الإسرائيليين. ولذلك الآن إسرائيل، عفوا الجانب الأمريكي، يعني يوجه كل قدراته وقوته من أجل أن تتم هذه الهدنة أو تتم الموافقة على هذه الورقة التي طرحها الرئيس بايدن قبل ذلك، والتي هي في الأصل طرحت ما بين قبل زي ما قلنا وعلى شاشتكم أنا قلتها قبل كده، إنه من 5 شهور هذه الورقة طرحها الجانب المصري. ولذلك نريد أن ننسى بأن هناك انتخابات أمريكية قادمة، ويريد الجانب الأمريكي تبييض صفحته أمام المجتمع العالمي وأمام المجتمع العربي من أجل إنجاح هذه الورقة. نعم سيد عريقات، يعني اليوم بعد فشل العديد من المحاولات في الوصول إلى هدنة ووسط أجواء من التفاؤل، باعتقادك إلى أي مدى من الممكن أن تختلف هذه المباحثات عن سابقاتها، ومن الممكن أن يتوصل بالفعل الطرفان إلى هدنة ووقف لإطلاق النار في القطاع؟ عزيزي، للأسف الهدنة أصبح محورها الرئيسي هو من يبقى على الأرض. جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يثبت بأنه قد انتصر وأنه قد قام بقتل العدد الأكبر واستباح العدد من قتل العدد الأكبر من المدنيين الفلسطينيين والمواطنين الفلسطينيين العزل. و يعني للأسف من الجانب الآخر أيضا التمسك بحركة حماس، نريد نحكي بصراحة، والجهة اللي عم بتقام في قطاع غزة تريد التمسك بقدراتها وقوتها على الحكم في قطاع غزة. الخسران الأكبر بالتأخير على التوقيع لهذه الورقة ونجاح هذه المفاوضات، الخسران الأكبر هو الشعب الفلسطيني الذي يقتل كل يوم وتباد هذه الأرض ويباد الشجر والحجر. يعني أعتقد أنتم تشاهدون على شاشة التلفاز قطاع غزة لم يبقى به مكانا يصلح للعيش نهائيا. قطاع غزة من شماله إلى جنوبه يبيد يوميا عن بكرة أبيه، وشعبنا يباد يوميا، لأن هناك مخطط لإزالة قطاع غزة عن الخريطة الفلسطينية، وبعض الجهات للأسف الفلسطينية ما زالت تساعد على يعني إتمام هذا المخطط. نعم سيد محمد، يعني أنت لا تعتقد بأن من الممكن أن تتوصل هذه المباحثات إلى يعني هدنة بين الطرفين؟ يعني مش راح ننكر احنا بنتمنى ان يكون في اتفاق، واحنا يعني بالتواصل دائم مع اشقائنا في جمهورية مصر وفي قطر وفي الاردن من اجل بان يتم هذا الاتفاق لوقف الحرب على اهلنا في قطاع غزة، حرب الإبادة التي يقوم فيها جيش الاحتلال. ولكن نتنياهو وحكومة الحرب يعني طول ما هذا الشخص موجود على رأس الحكم في إسرائيل ولا يعني لا يهتم بما حتى يقال في الشارع الإسرائيلي، وأنتم تشاهدون المظاهرات اليومية التي تطالب حتى في إزاحة نتنياهو عن رأس الحكم في إسرائيل، لن يرضى ولن يرضخ لأي شيء من قرارات أو من أي ورقة أو من أي اتفاقية ستطرح عليه إلا حسب ما يراه هو مناسبا، لأنه هو كشخص معرض للخطر إن تم هناك اتفاق. نعم كنت معي من رام الله السفير محمد عريقات رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به.